السلام عليكم. اهلا الاخوان، تحياتي لكل الاصدقاء عشاق طائر الحسون. مره اخرى مع مراد معارف في اطار هذه السلسله الخاصه بتلقين الطيور وخاصه تلقين طائر الحسون والهجين. تحيه مره اخرى لكل الاخوان المتفاعلين معنا في لي كومونتير في فيسبوك ولا في موقع اليوتيوب، فشكرا جزيلا على التواصل وعلى التفاعل، حتى انه تفتحت قنوات مع بعض الاخوان الباحثين الشباب، يعني بدات واحد الاخذ ورد من ناحيه الابحاث، من ناحيه فين كل واحد كيفاش كيتوصل لبعض المعلومات. فكنشكركم جزيل الشكر على هذا، اولا على هذا الشغف ولا حب الاستطلاع ولا الشغف بالمعرفه والبحث في اطار مقاربة ديالنا للهواية ديالنا هي تغريد الحسون مع كل ما هو علمي وما هو وما يقع في الطبيعة، وطبيعة الحال في إطار واحد السؤال اللي هو شمولي وكررها دائما في إطار المشكل الحاصل في نتائج التلقين على المستوى يعني العربي بصفة عامة. كتبقى هذه هي الفكرة الرئيسية ديال السلسلة، أنه عندما نقارن عدد الطيور الملقنة أو التي تدخل للتلقين كل سنة، فبمقارنة مع النتائج المحصل عليها، فيتضح أن هناك مشكل. رغم أنه يعني ممكن أنه يقول إنسان راه كاين الطيور راه كتحفظ، ماشي ما كتحفظش، ولكن ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو أنه لا نركز على واش حفظات ولا ما حفظاتش، ولكن نركز على الطائر الحسون كطائر حي، بمعنى ان لا دوري دو في ديالو يعني الحياه ديالو في الاسر يعني في لا كابتور تكون قصيره جدا، خاصه في ميدان التغريد. ولهذا نتساءل، وخاصه بعد مرور سنين وسنين عقود وعقود، نتساءل لماذا هذا بين قوسين هذا الافلاس في انجاح عمليه التلقين للطيور داخل بيوتنا. لماذا معظم الطيور لا تتجاوز سنتين ثلاث سنوات ماكسيموم؟ ولو كان نشوف الطبيعة فنرى أن الطيور يعني تعمر سنوات طوال في الطبيعة. فهذا هو الإطار اللي كنتكلم فيه الإخوان، وكنحاولوا أنه نجدوا ليس حلول بل نفكر كما قلت، نفكر جميعا بصوت مرتفع. هذا لا يعني انه يعني نطعن في هوايتنا ولا في طرق التلقين، باش نكونوا واضحين. الانسان لما يدخل في هذا المجال ديال البحث ولا في التفكير، بعض يسمونه التفلسف، ما كاينش مشكل. كنطلب انا من الاخوان منين يكونوا كيتكلموا في هذه المسائل ولا كيفكروا في هذه المسائل ولا كيتحاوروا في هذا الموضوع، انهم يتجردوا من كما نقولوا من ليتيكات ديال المولوع ديال التغريد. هذاك المولوع المعروف، المولوع النمطي الذي تلقن مسلمات وقناعات واصبح يمتثل لها بدون طرح سؤال لماذا افعل مثل هذه الممارسات. فهذا مهم بزاف، يجب ان نتجرد من يعني التفكير ديالك في واحد اللحظه، تجعلو انه التفكير كما نقولوا فياج، انك تكتشف هذه الهوايه بحال شي طفل صغير يريد ان يعرف ماذا كيف تمارس هذه الهوايه. والطفل الصغير مثلا سؤال هذا كنوضعو مع نفسي، هل هذه الهوايه تصلح للاطفال الصغار ديال هذه الجيله؟ الطفل الصغير اللي كتعرفوا الاسئله ديال الاطفال الصغار، هل نحن من خلال الممارسة ديالنا لهذه الهواية ديال التلقين التغريد كل الطقوس ديالها، جميع الأمور اللي كتعلق بالهواية طرق التلقين، هل ممكن أن نمرر هذه المبادئ بسلاسة وبارتياح وبدون أن نحس أننا نمرر واحد المسألة اللي هي مش للطفل الصغير؟ طفل عنده 10 سنين ولا 12 سنة يريد أن يلج هذا العالم ديال تغريد الطيور، لما لا؟ فالأمر سيصبح صعب شويه بالنسبه لينا حنا يعني كناس كما نقولوا ولاد الحرفه، الناس اللي دوزوا في هذا الميدان ونريد ان نمرر الرساله ولا نمرر تجربتنا، وخاصه هذا الجيل الجديد اللي هو جيل صعيب،
جي اللي يطرح الأسئلة بزاف، أنه اون فوا كيحس بك أنك تتكلم عن فراغ ولا عن قناعات وعن مسلمات اللي ليس لها أصل لا في الطبيعة ولا أصل في العلم، فكيكون واحد كيما نقول واحد شي هروب، ولكن كيحس بأن الأمور ماشي واقفة على الصح. ولو أنك تجيب ليه جميع المسائل اللي هي تقنية ولا مضبوطة، خاطر تجيب ليه الكوديغ قوانين التغريد وتوريه وهادي وهذا، هذا كيبقى واحد الجانب جزئي من الهواية، ولكن هناك جوانب اللي طرقنا لهم اللي كيبان أنه من الناحية العلمية ولا من ناحية الحياة الطبيعية ديال واحد الطائر، فنحن نجانب الصواب، نجانب الصواب على طول الخط، انطلاقا من الطريقة كيف نقتني الطيور، إلى الطريقة كيف نلقين، إلى الطريقة كيف نتعامل مع مراحل التلقين، إلى مرحلة تعاملنا مع الصوت، اللي هو موضوع الحلقة اليوم. طرقنا الحلقة الماضية إلى مفهوم اللهجة، الديالكت دي زوازو، كما تطرقنا في الحلقة ما قبل الماضية إلى مفهوم الخزانة لو سوشون، وتبين لنا أن بعض المفاهيم اللي حنا توارثناها جيل عن جيل راه كاين أصل ديالها علميا، ولا بد أننا نتفقهوا فيها علميا لكي كما نقولوا لننجح الهواية ديالنا ولنسمو بتفكيرنا ومقاربتنا للهواية ديالنا. فهذه المسائل مهمة، مثلا لو ديالكت دي زوازو ولا لو سوشون، ولا هادو معالم اللي معروفة عند العلماء ديال التغريد ولا ديال الطيور، نحن اكتسبنا من خلال التجربة شيء جميل جدا، ولكن ما يمكنش لينا أننا نطبعوا عليها بعض المفاهيم اللي هي مغلوطة ونعطيوها واحد القالب ولاي، ومن هنا فين كتديفي المفاهيم. فالجيل الجديد كيجي كنعطيه بعض المفاهيم اللي هي نسبيا عندها واحد الجانب من الصواب، ولكن عطيناها واحد القالب واحد لومبالاج اللي هو مغلوط. اذا هذا هو الاطار الذي نتكلم فيه، فهي دائما محاوله للتفكير بصوت عالي في الحوار، ودعوه الاخوان انهم يبقاو يزاولوا الطرق ديالهم، ولكن يحطوا هذا الهاجس في الدماغ ديالهم، ان اكيد ان واحد الفئه ربما غادي من خلال البحث ديالها غتجبد لينا بعض الامور اللي حنا ما توصلناش لها. هذا هو الاخوان، هذا هو الهدف الاسمى ديال هذه السلسله هذه. اليوم موضوع ديال الصوت، ملي كان وتعمدت انني وخارج من الاسئله في صلب الموضوع في الحلقات الاولى بخصوص الصوت، تعمدت انني ما نتكلمش على الصوت. علاش؟ لانه كان ضروري انني نمر بجميع المراحل ديال التلقين، مرحله التخزين، مرحله التقليد الاول، مرحله التقليد الثاني، مرحله البلوره التغريد، واكتشفنا انه هناك مرحله انشاء اللهجه بالنسبه للطائر اللي كنا كنعتقد بانه هو ابداع، ولكن ليس هو ابداعا، ما هو غريزي في الطيور انه ينشئ لهجه تغريديه، ان ديالكت ديالو خاص به عندما يكون مرتاحا في الوكر التغريدي ديالو، تحقق له التوكير المكاني والتوكير التغريدي، والان في يعني شق طريقه نحو البلوره ونحو الاستاذيه ولعب دور الاب والاستاذ في واحد الوكر، فانه يقوم بانشاء ان ديالكت، واحد اللهجة التغريدية خاصة بالوكرة ديال، وشفنا المعالم ديال اللهجة التغريدية أنه عندها علاقة بطريقة الأداء، بتقديم أو تأخير أغرودة على أغرودة في نفس الشريط، بالسرعة في الأداء، الوقف ما بين أغرودة وأغرودة، كل هذه معالم كتعطينا واحد الفكرة على ما نقصد بلهجة الطائر، لو ديالكت دو لوازو. وتعمدت انني ندوز من هذه المراحل كامله وما نتكلمش على الصوت، لان الصوت حتى هو ربما في علامه استفهام كبرى، ودائما لاحظتوا هذه المراحل اللي مرينا منها ودرسناها، ليس ماشي درسنا ولكن تحاورنا فيها ودردشنا فيها، لاحظنا ان دائما الجانب الادمي هو اللي كيلعب دور، انه دائما نبطل الطائر ككائن حي ونتعامل مع الهوايه ديالنا ذاتيا كشخص، ومن هنا غادي ننطلقوا المسألة ديال الصوت.
فنحن كهواة الحسون ولا هواة التغريد الحسون نتعامل مع الصوت بالأذن الآدمية، حتى في يعني في إنشاء ديالنا ديال واحد التركيبة ولا واحد الشريط تغريدي بالنسبة للحسون، فنعتمد على الأذن الآدمية للوقوف على مدى جودة والتناسق و يعني النوعية ديال التركيبة. ناخذ البرنامج الصوتي، نقوم بعزل ولا فرز التغاريد اللي غنخدموا بها وكنحطهم على حسب واحد الترتيب دائما بمرجعية آدمية. نقول انه راه غادي ندير هذه وهذه وهذه التعديده وهذه التسويقه وهذا الكاسكابيل وهذا البيبليوس، وسوف امر الى دو شونجمون كات شونجمون ومن بعد غادي. اذا عندنا واحد لو بلان، واحد لو شيما في الذهن ديالنا اللي كنعتقدوا انه هو الانسب الى الطائر الصغير. ومنين تطرقنا الى ان الطائر عنده مرحله تخزين اللي هي شهرين ماكسيموم، شهرين يطبع فيها جميع التغاريد، بان لنا بانه هذه المقاربه ولا هذه الطريقه فهي واحد المقاربه اللي هي ساذجه. ساذجه بمعنى الاخوان نايف، انه انسان احنا مولوع مهما وصلتي في التجربه ديالك ولا في التاريخ ديالك ولا في القاب ديالك، فعندما نتعامل بهذه الطريقه مع الطائر نحس بسذاجتنا، سذاجه بكل معنى الكلمة، لان هنا تضحت لنا بانه الطائر يجب اعطائه كل التغاريد ديالو اللي غادي يستعملها كماده خام في الحياه ديالو في الطريق ديالو نحو البلوره، نعطيوها ليه في مرحله التخزين. لان في مرحله التخزين اللي هما لي دو برومي موا، الشهرين الاولين، وتقدر تدوم اكثر من شهرين، تقدر تكون 3 اشهر على حسب طريقه التلقين. فهذيك لا بيريود هي اللي الاهم، وهي اللي كيكون مركز تخزين المعلومه عند الطائر الحسون في الاوج العطاء ديالو، ويواكب هذاك التخزين النمو ديال 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 مركز التخزين. اذا هناك سذاجه يعني واضحه في التعامل ديالنا مع هذه الامور. اذا الصوت الى بغينا نفهمه ولا نحاول نفهمه علاش عندنا مشكل في التلقين، وربما ان الصوت اللي كنعطيو للطائر هو المشكل. عندنا جوج مباحث، عندنا المبحث العلمي وعندنا الطبيعه. هذه دائما حنا نتحكم الى العلم والى الطبيعه، والممارسه ديالنا هي الوسط. غنشوف واش كيقول العلم ونشوف واش كاين في الطبيعه، ونشوفوا حنا ماذا نمارس حنا كادميين على الطيور ديالنا، ونتوخى منهم نتائج انه خصو يطلع لي طائر ممتاز. في هذا المبحث هذا اللي هو مبحث كبير جدا، وفيه كلمات ومباحث تقنيه صعيبه، يعني الا ما كنتيش ولد الدومين ديال الصوتيات صعيب انك تفهم بعض المسائل. فالعديد ديال الاخوان انهم ربما يعتقدون انه الالمام بالعلامات التجاريه ديال الوسائل ديال التسميع ولا الاطلاع ديالهم على جوده الخيوط التي نستعمل، ولا الطريقه دي انه يعرف هذه واش نحفظ بالتويتر ولا بالهوفر ولا بالكليو اس بي، ولا الاعتقاد ديالو انه ملم بهذوك المسائل، يجيب لي الله انه احاط بكل جوانب الصوت. وهناك تجلى واحد السذاجه كبيره من جهتنا حنا. فاول حاجه ممكن الانسان يديرها الاخوان مالي ديال الحسون، انه يمشي يضرب واحد الدويره في الصوت. ما هو الصوت؟ لا ديفينيسيون ديال الصوت، هذه مهمه، لان الديفينيسيون ديال الصوت في العلم غادي يعطينا فكره على الطائر الصغير في الكاخون ولا في الصندوق ولا في لابوشيت، كيف كما نقولوا لا بيرسيبسيون ديال الصوت، كيف يدخل الصوت منذ نعومه الاظافر ديال الطير الى مركز التخزين والاشاره. فكتعرفوا ان الطائر الحسون ولا جميع اجناس الطيور المغرده ولا يعني الخفيفه كما نقولوا الطيور الصغيره
سواء كانت مغرضة ولا ماشي مغرضة، فحاسة السمع عندها تفوق حاسة السمع ديال الإنسان بعشرين مرة، بعشر مرات، دي فوا سوبيريور كو لا كاباسيتي ديال لوي ديال الإنسان. بمعنى أن حنا مثلا الإنسان عنده ودنين، عنده هاد الودنين، هادو ما يسمى بلي بارابول أوديتي، هذا بارابول ديال الأذن، لي بافيون. وكيتضح أن الصوت لما يأتي إلى أذن الآدمية فهو في أول مرة كما نقولوا حنا بالدارجة المغربي كيبوم به هنا في البارابول، عاد كيدخل إلى المنطقة التي تسمى مركز التسميع الداخلي، لو سيستيم أوديتيف أنتر. بالنسبة للطائر، لاحظتوا الطائر الحسون ما عندوش ودنين، عنده واحد الثقب لي على يعني على لو طومبو هنا، على لا طومب كما نقولوا، ديال الجهه اليمنى ولا اليسرى، عنده واحد الثقب على سطح الجلد، بمعنى ما عندوش هاد لي بافيون. وهذه اشاره انه هو الصوت ياتي مباشره لولوج المركز السمعي الداخلي، نقولوا السيستم اوديتيف انتر. وهذه اشاره كبيره، الصوت عنده، وهذه من الدوافع انه كتجعلو انه يسمع اكثر من الانسان. في الطبيعه حنا دابا شفنا شنو هو الصوت وكيف يستمع الطائر. غادي نمشيو دابا ما هو الصوت الانسب للطيور. انا راه كنهضر دابا غير يعني بخلاصه كبيره جدا، واحد الموجز ما تصوروش، واحد الملخص اللي غنحاول ندير في هذه المقاربه ما بين الولاعه والعلم والطبيعه. اما الابحاث راه بحار وبحار من المعلومات. وهنا تذكرت واحد المساله، واحد الاخ دائما كنرجع بكم دائما للندوه ديال القصر الكبير، اللي دائما كندير الرابط ديالها في الحلقات ديالي، لان هذه كنعتبرها يعني واحد الندوه، يعني مرجع ليس لان احنا اللي قمنا بهذيك الندوه، ولكن لانه لاول مره حسيت بان في الندوات هناك اخذ وعطاء واستفاده وافاده من طرف الانسان يعني اللي كيقوم بالندوه، ولا من حتى من الحضور. وتجلى لي هذه المساله هذه في هذه الحاله ديال واحد السيد في هذيك الندوه. راه الى رجعتوا للتسجيل، وكندعوكم الاخوان انكم تشوفوا الندوه من الاول حتى للاخر، فهي موجودة في القناة ديال الإخوان ديالنا ديال جمعية القصر الكبير، ولكن راه الرابط ديالها ديرو في الوصف ديال هذا الفيديو هذا وجميع لي فيديو ديالي. في خلال الندوة تطرقنا إلى مشكلة الصوت، تساؤلات عادية، فهادشي اللي كنتكلمو فيه راه هو اللي هادشي اللي كنتداولوه حنا في الندوات. وكان واحد الحوار جميل جدا وشيق، لأنه كان أمامنا يعني واحد النخبة ديال الموالي الأبطال، يعني الموالي اللي كيحفظوا الطائر الحسون، ولهم ألقاب ولهم واحد الباع كبير في مجال تغريد الطيور في المغرب. يعني جميع الإخوان الطب ديال هذا كانوا حاضرين من جميع الأجيال، الجيل القديم والجيل ديالنا حنا والأجيال الجديدة، كانوا عناصر خطيرة، كيقولوا خطيرة يعني من الناحية الإيجابية، اللي كدير بحسابهم ملي كيكون جالس معاك في الندوة أنك كترد معاه البال وكتحاول تعطي واحد المعلومه اللي هي في المستوى من ناحيه الولاعه ومن ناحيه البحث، لانك عارفه بانه غادي يحطك في الميزان، انه ربما انه غيعطيك واحد نقول واحد السلخه الا كنتي ماشي هو هذاك واحد الانسان ما كنعرفوش انا، وكيتصنت والندوه اقتربت على الانتهاء ديالنا وبدينا كنهضروا في الصوت، فطلب الكلمه. إذا بنا نتفاجأ أن هذاك الإنسان واحد الإنسان يدرس الصوت، أستاذ في الصوت، في الصوتيات. وسمعني أنا كنتكلم على المسافة ما بين المصدر الصوت والطائر ولا فيتاس باش كيمشي الصوت، وهذا يعني فحال نشبته، وخد الكلمة وبدا كيتكلم لينا على الصوت، لدرجة أننا تفاجأنا بهذاك السيد. انا صراحه انا حسيت براسي انسان صغير جدا، انسان ساذج، وكان دافع ليا انني نعيد الاوراق بزاف ديال المسائل.
وطلبنا منه، نتمنى من الله انه يكون دار بالطلب ديالنا. نطلبنا منه في اخر الندوه، كان بيني وبينه واحد الحي واحد في هذوك الناس انا ما كنفلتهمش. في اخر الندوه مشيت عنده وبقيت كنتكلم معاه، وطلبت منه انه كما نقولوا دخلته معنا في المعمعه. طلبت منه انه يدير واحد البحث، واحد المقاربه. تبارك الله راه معاه الناس في القصر الكبير مواليع كبار، غادي يزودوه بجميع المعلومات ديال الممارسه ديالنا. وطلبت منه انه يدير لينا واحد المقاربه ان شاء الله من بعد الحجر الصحي، فضروري نزوروا الاخوان في القصر الكبير، وخاصه هذا الاخ هذا، باش نجلسوا معاه نشوفوا فين وصل. ان هذه الطريقه ديال الاخوان ديال البحث في الولاعه، يعني انسان يمشي للمعلومه ويزرع واحد المعلومه ويحصدها. ومن بين لو ديكليك ولا الاشاره اللي ثارت انتباه ديالنا في الندوه، هو واحد التدخل ديال الله يذكره بخير، ديال السي فيصل من طنجه. الاخوان كيعرفوه المغاربه كيعرفوا السي فيصل ديال طنجه، انسان مولوع و عنده شغف كبير، يشتغل بطريقه احترافيه من ناحيه الوسائل المستعمله. وقال لنا بانه شوف سبحان الله، المولوع فين كيمكن ليه توصل به الولاعة، الشغف ولا الحب انه يوصل. ان السي فيصل وكنحييه من هذا الموقع، انه اعتمد على واحد الانسان، ان انجينير ديال لو سون، باش يستشر معاه ولا باش يدوز ليه لا لانستالاسيون ديال لا سونوريزاسيون في البيت ديالو. هاد لانجينيور دي سون اش قال السي فيصل وقال لنا في الندوة، وهي اللي كانت الشرارة اللي بديت انا نتكلم في لو سون، ودخل هاد الاخ هذا كيسمح لي راه نسيت على الاسم ديالو. نتمنى الاخوان ديال القصر هذا في لي كومونتير يذكروني بالاسم ديالو باش نديروا ليه واحد التفاتة خاصة حتى هو. السي فيصل قال لي هاد لانجينيور دي سون، شوف السي فيصل، انت بما انك هاد لانستالاسيون مدوزة الاعتبارات ديال الهواية وعندها، فكنظن انه من الاحسن انك تعتمد على لو سون مونو. هذا انجينيور دو سون، ما عندو حتى علاقه بالولاعه، وهذه اشاره كبيره. وتما بدا التساؤل، هل الكلام اللي كنعطيه واش خصو يكون ستيري ولا مونو؟ انا ترجعوا معايا للعلم الخوت، انا اضطريت نمشي نبحث على التاريخ ديال وقتاش بدا ستيري، وعلاش ستيريو، وعلاش شنو المعنى ديال ستيريو. الاغلبيه فينا كيسمع ستيريو كيتفكر هذيك الموسيقى ستيك ستيك هذا والصوت. الستيريو يريح الاذن الادميه فقط، اما من ناحيه لا ناتور ديالو كصوت بريت فهو لا يصلح للطيور نهائيا، لا يصلح للطيور، وان الطيور تتعاني في تلقي الاصوات اللي هي ستيريو. ستيريو الاخوان في التاريخ ديالو كان المونو، ابتداء من الثمانين حتى الثمانينات راه كان المونو. الستيريو دار ولا تخترع ولا تكتشف منين بداو تطورات الوسائل ديال التسميع، لغاية انه يريح الاذن الادمية، بمعنى انه مثلا في واحد الاغنية ولا واحد ليفينمون اللي فيه العديد من الاصوات، واللي خصك نتايا كادمي تسمع دوك الاصوات كاملة بطريقة يعني في نفس الوقت. مثلا واحد الاغنيه فيها الكمان وفيها دربوكه ولا وفيها صوت مغني، فالصوت ستيريو يمكن من استماع الى صوت الدربوكه في الكانال دروات يعني في اليمين، والاستماع الى الكمان في اليسار، والصوت ديال المغني يكون في الوسط. لا نوسيون ديال لا بالونس، راك تعرفوا ملي كديو لا بالونس لهنا ولا لهنا راه الصوت يبالونسي، ولكن ملي كتحطها في الوسط فانك كتسمع ثلاثه ديال الاصوات مرة واحدة. نبهو معايا مزيان، هادي الديفينيسيون ديال ستيريو بكل بساطة. راه ستيريو مسألة ستيريو فيها الملايين ديال الأبحاث وديال لي ديفينيسيون وديال. نرجعو حنا للطبيعة، حنا عرفنا ستيريو علاش كاين، التاريخ ديالو علاش تكون، وحنا كنركبو التراكيب ديالنا بطريقة ستيريو. علاش؟ لأننا نعتمد على الأذن الآدمي دائما في إطار السذاجة ديالنا. في الطبيعة الطائر هل يتكلم بستيريو ولا بالمونو؟ ولا ديك على سبيل الإشارة بالنسبة للمونو شنو هي؟ ملي كتكون لا سورس سونور واحدة،
الصوت كيكون واحد، مصدر واحد اللي هو تغريده، ماشي خارج لينا الطائر بالدربوكه وكمان هارمونيكا وتغريده، خارج لينا غير تغريده، بمعنى انه انسب صوت هو المونو، هو اللي كاين في الطبيعه. الطيور تحفظ من الاباء ديالها عن طريق المونو ماشي عن طريق الستيريو. وحتى لا بقيتو عاقلين الاخوان القدام، الجيل ديال التسعينات الفينيات كنا كنخدمو ب السمع، كنا كنخدمو بهاد هاد المسجلات، راه كلكم كتعرفوهم الا باقيين كتعقلوا عليهم. هادي اللي كنسميوها حنا لا مارك ياماسوند، معروفه ديال السيارات، وكانت تباع ملي كتكون جديده كيكون فيها واحد البونجا هنايا، بونجا ولينا كنسميوها المسجله ديال البونجا. ملي كنمشيو نشري المسجله كنقول ليه عطيني البونجا، كيعرفني بغيتها. فهاد هادو هما اللي كنا كنعتمدوا عليهم. هاد اله التسجيل ولا هاد لو ليكتور كنا كنديرو فيه كاسيت ديجيتال اوتو ريفيرس، كتخدم لافاس الاولى وكتقلب وكتخدم لافاس الثانيه. ومعظم الاخوان غادي يوافقوني، كانت لافاس الاولى دائما كيكون لو فوليوم ديالها مجهد على لافاس الثانيه. ملي كتقلب الكاسيطه كنحسو بالصوت طاح، وهذا كيشكل لينا واحد. وهذيك الوقت ما كانش بامكان اننا يكونوا عندنا لي دو فاس بنفس لو فوليوم. ومع ذلك الطيور كانت يعني ذو واحد الجوده عاليه، من ناحيه ما نهضرش على لو ريبيرتوار، جوده عاليه من ناحيه انه الحفظ، انه حفظ، وثانيا انه حتى الجبح كان ممتاز، وثالثا انه هذوك الطيور تلقاو، حيت هذوك لي كاسيت كلهم تقريبا كلهم كانوا مونو، كلهم كانوا مونو، لان التساجيل القديمه تقريبا كلها كانت مونو قبل ما يجي هادشي ديال لي سي دي اورديناتور بيسيات كلي يو اس بي ام بي 3 هادي، لان حتى الصوت الاخوان يعني تمريره من العديد من الامور كتوقع ليه واحد اون دي بيرديسيون، واحد كطيح ليه بزاف ديال المعالم ديالو. ف في الطبيعه حنا وقفنا على انه سي تان سومون، حتى الناس اللي كانوا كيمشيو يسجلوا الطيور في الطبيعه من اجل العلم، كاين واحد المكتبه الصوتيه عندها واحد الارشيف تقريبا 1929 في الالاف ديال التساجيل ديال الطير بتقنيات المونو. فكلهم العلماء الطيور كانوا كيمشيو يسجلوا الطيور مونو في الطبيعه مع الضجيج الذي يصاحب التغاريب للاشاره الاخوان. فالطائر ولا الاغروده ضروري يكون مصاحب لها واحد الضجيج، ضجيج، لان الطائر كيسمع صوت مكمول. هذاك الضجيج الذي يصاحب الاغروده راه يلعب دور كبير في فهم الطائر لهذاك الصوت. حنا مثلا كنديروا شريط على طريق البرامج الصوتيه وما بين اغروده واغروده، ماشي كنديروا الصمت، كنديروا العدم. طائر مثلا في الكاخون ديالو، مثلا انت غادي يسدو عليك في واحد البيت، حيت هو كائن حي، غتقولش ليا راه هذاك بنادم راه كائن حي، انت غيسدو عليك في واحد البيت وغيدير لك واحد الشريط، وانت سميتك مثلا رضوان، والشريط غيبدا، غتسمع رضوان، العدام، ورضوان ورضوان، هكاك الطائر دابا كيعيش هادشي في الكاخو. علاش عطيت هذا المثال؟ انه كل صوت يحتاج الى واحد، وهنا غتجينا غيجينا الفائده ديال المسافه ما بين ليميتور يعني مصدر الصوت والمتلقي ولو ريسيبتور. فالصوت منين كيمشي من عندي انا كمصدر الى المتلقي ولو ريسيبتور، هناك تنقل ديال الصوت عبر الهواء، وكل ما طوالت المسافه كل ما الصوت كيمشي بواحد الطريقه اللي هي مريحه، يعني ما كيكونش واحد لو شوك. الا كانت المسافه قريبه الصوت كيمشي كي ان شوك،
وهذاك لو شوك شكون اللي شكون هو؟ راه هو الطائر. اما كل ما كانت المسافه طويله فالصوت كيمشي باريحيه ويصل الى المتلقي بطريقه اللي هي مريحه بالضجيج ديالو. نرجعوا لي كاسيت كلهم اللي كنا نخدموا بهم كان فيهم لو غونفلاج ولا لو سوفل، وهذاك لو سوفل راه مهم، راه راه هو اللي كيعطي ديك اللي كيعطي اللي كيعطي معنى الاغروده. ملي كنقولوا المسافه والضجيج فراه كيدخلوا فيه دي بارامتر اللي هي التقنيه. انا راه كنبسط، غادي نوقفوا على فريكونس على الحده الصوت، هذا كله عندهم علاقه بالمسافه. اذا علميا وفي الطبيعه كيتبين لنا بانه الستيريو ما خدامش. والإشارة فراني درت واحد لا فيديو بالنسبة للإخوان اللي غادي يبغيو أنهم يحولوا الكلام ديالهم من ستيريو إلى مونو ويحافظوا لي على نفس الجودة في السمع. فأنا صيبت واحد لا فيديو غادي نلوحها من مورا هذه مباشرة اللي كتبين التقنية أنك أي صوت ستيريو ترجعو مونو وتخدم به. هذه كمرحلة أولى كتجربة، وهنا دعوة للإخوان لان حنا في واحد المرحله اللي هي واحد لو تورنون ديال الاولى. الان الوقت اننا نبداو نشكلوا مكتبات صوتيه اصليه للطيور. بمعنى انه الطائر حسون في الطبيعه بدا في الانقراض، واي كائن حي منين كيبدا الانقراض ديالو في واحد المكان ولا في واحد الناحيه، فمعالم هذا الطائر حتى هي تمشي كتبدا في الانقراض. بما المعلمة الاولى هو التغريد، ينقرض الحصون سوف ينقرض التغريد، وبالتالي غادي نضيعوا الفرصه اننا سمعوني مزيان الاخوان هو طائر الحصون في جميع الاقطار العربيه. انا الوقت للظفر بالماكسيموم ديال التساجيل ديال الطائر الحصون بعد اللي عندنا في الاوكار التغريديه ديالنا. اللي عنده شي طائر ولا اللي عنده يحاول يسجلو بالتقنيات المونو ويارشيفي، يسجل ويخزن. واحد الوقت واحد 30 سنه ولا 40 سنه راه غادي يجي واحد الجيل راه يترحموا علينا كما حنا كنترحموا على الناس اللي عندهم تساجيل نادره وتساجيل قديمه في لي كاسيت ديجيتال. وماشي باش ماشي ماشي هذه مساله كنفكروا في راسنا انه الناس غيردونا الاعتبار، لا، هذا في صالح ليسبيس، في صالح طائر الحسون، انه نبداو تكون عندنا واحد لاباز ديال التساجيل اللي هي مونو من المنقار ديال الطيور، لان منعدمه. واخا يكونوا التساجيل ديال الطيور حيه فهي تسجل بطريقه ستيريو، راه حتى البرامج الصوتيه كيوفر لك هذه التقنيه انك تسجل الطائر ولكن بتقنيه المونو، والجوده والطريقه ديال الاداء كتبقى هي، بل بالعكس كتحس بانه هذاك الصوت مونو اكثر يعني حر. هذه فائده اتمنى ان الاخوان يديروا بها، هي دعوه عامه للاخوان انه هذا في اطار نواقص الاخطار التي نطقوها في الهوايه ديالنا. اذا المساله ديال لو مونو مع ستيريو حنا تكلمنا فيها، فالصوت المونو الاخوان هو الانسب للطيور. مساله اخرى نرجعوا للمبحث العلمي، ان الطائر، وهذه معلومه مهمه بالنسبه للاخوان اللي كيعتمدوا في التلقين ديالو على الصناديق اللي هي مغلقه، فالطائر عنده بزاف ديال الطرق كيف يتلقى صوت. في الطبيعه كتعرفوا ان الطائر الكبير الجدر اللي كاين في الاوكر انه دائما ياخذ مكان معين للتغريد، وخاصه في واحد اللحظه من يريد الهيمنه على الاوكر، هذاك ما يسمى في العلم يسمى لو بوست دو شون، الكاريطه، البوست ديال لو شون، انه هذاك الموقع ملي كيطلع ليه هو فكاع الطيور الصغيره في المرقد تعرف ان الجدر طلع باش يؤدي المعزوفه والسيمفونيه ديالو لمن يهمه الامر، لدفع الغاشي ولتعليم الصغار و الابداع في اللهجه ديال لوكار. هذاك لو بوست دو شون كاين في الطبيعه. العلم اش كيقول؟ كيقول بان لو سون ولا الطائر اي طائر فهو يتلقى يتعامل مع الصوت على حسب طريقه التلقي. هناك جوج دو فورمول،
كيقول لك لو بلون اوريزونتال و لو بلون فيرتيكال. راه الاخوان الممارسه ديال الاولى، انا دابا انا طحت على واحد المبحث علمي اللي عنده علاقه مباشره بالاولى، نتمنى الاخوان يبحثوا فيه، انا نكونوا سبب في هاد الشرارات، ولكن اخواني انطلقوا في البحث ونحن معهم. اللي بغى شي معلومه لتزكيتها من ناحيه الولاء فنحن معاه، لان ما غاديش يمكن لينا حنا نحجروا العقول ونقولوا بان هاد الولاء راه حدينا، راه انت عندك غير 10 دقائق في الولاء ما غاديش تعلمني، لا هذا ماشي منطق. فكل واحد عنده عقل وعنده فرطوطو في الدار فهو ممكن انه يفيدنا، هذه منهجيه ديالي والاخوان كيعرفوني. غنمشي ليا الخيط عاوتاني، يلا استغفر الله. اذا خصو يجي الخيط، مشى ليا ما عليناش. اذا الصوت هي هادي، الصوت عنده ان بلون اوريزونتال و ان بلون فيرتيكال. وهنا نرجعو للطريقة التلقي، دائما نعتمد ان بلون فيرتيكال، الصوت هابط نازل عليا، لان حتى الطائر، شوف الطائر ملي كيجي يبغي يتكلم مع طائر واحد اخر، الا كانوا في نفس لا بوزيسيون اوريزونتال في نفس المستوى فعنده معنى، الا كان طائر فوق طائر فعنده معنى. هاد المسائل ما كتنبهوش ليها في التلقين ديالي. راه التويتر هذاك راه بالنسبه ليه هو الاستاذ، وانت حاطوني الفوق، واخا ما عليه الاستاذ خصو يكون الفوق. كاين مساله المسافه، ملي المسافه تبطي الجميع، اي حاجه غادي يقولها لي شي واحد الان يقول لي لا راه حنا كنحطو الفوق فهي باطله بالنسبه ليا انايا كمنهجيه ديالي وكتفكير ديالي، انك ما محترمش بزاف ديال المعايير. ما يمكنش تجي في واحد الجزئيه صغيره وتقول راني كنديرها، ولكن انت راه ديك المسافه راه كضرب لك الزيرو في كلشي. لو فيت انه حاطو على 5 سنتيم، هنا نحيي الاخوان اللي كانوا كيخدموا في البرامل، شي تجربه اللي دوزنا في البرامل، هذيك الفئه اللي دوزت البرامل كانت اذكى، لان كنا جبنا البرامل ودرنا الغطاء ديال البرميل، درنا له واحد الثقب ودرنا التويتر من الفوق، بمعنى كنحيدوا الغطاء ديال البرميل لاصق التويتر هنا وكنخلي. دارت الهضره بيناتنا والتجربه تبين لينا بانه الصوت خاصو يدور في البرميل، والبرميل البرميل واخا هكاك راه كان عنده واحد الدور اللي هو جميل جدا، لانه سي اون اونسان سيركولار، بمعنى ان الصوت يدور ماشي مربع، انه يدور من الفوق. وكانوا شي براميل اللي هما كبار، اللي هما اللي كنت كنعتمد بهم، نعتمد عليهم برميل كبير تقابل في واحد 50 ولا 60 سنتيم. وهذا لسبيل البسط الاخوان، فان دوك البرامل كانوا عندي جوج، وخيطت لهم لبستهم واحد عند الخياط عند مولين الدار، صيبوا لي واحد لاناب، وكنت حاطهم في البيت في المحل اللي كنجلسوا فيه، فين كاينه التلفازه وفيه، وحاطهم في ليكوان، ودير فوق منهم واحد لاناب واحد المزهريه واحد الفاز، اللي يدخل عندي كضيف ما عمرو يعرف بانه كاين برميل تما وفيه طير. لدرجه مثلا اللي كيجيو عندك العائله ولا النساب ديالك، فانت هما جالسين كيتكلموا معاك وانت هو كيتكلم معاك، نسيبك السي مراد بخير، هذا كنبقى ندير فيها فحال هكا، حيت ودني مع البرميل. الطير بدا كيبجغط في البرميل بدا كيبجغط في البرميل، وانا نسيبي كيهضر معايا وانا راه مع البرميل، يقدر كيحط عليا السؤال وكيتهضر مني الجواب، كنقول ليه اه، وانا راه ما كنسمع فيه ما والو، هادي على سبيل البسط. فهذوك البراميل كان واحد الاخ قال واحد الفكره، انه تويتر نحيدوه من الغطاء ونحطوه في قاع البرميل، ونوجهوا الاتجاه ديال 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 التويتر ولا ديال الباف الصغير، نوجهوا الى الفوق، بمعنى انه الطائر مسدود عليه في البرميل، برميل كبير في واحد نسبه الهواء، بغض النظر انه تبين انه كان يضر بصحه الطائر، حيت كان هو اصلا ديال لي برودوي شيميك هذاك البرميل، فالصوت كيطلع من تحت ويدور في 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 البرميل. هذا كان ذكاء، هذا كان ذكاء. فمولوع اللي غادي يخمم في حال هكا، انسان في هذيك الوقت انسان نبيه، انسان اللي كيخمم. فهاد المساله مهمه،
المهم المسألة ديال المسافة كيفية دور الصوت، وقلنا بأن الطائر في الطبيعة كياخد أن بوست دو شام اللي كيكون معاه في نفس، فهي دعوة أنه يعني نفس الأسلحة أغم إيجر، طائر الجدر كيطلع الفوق وكيعلم الطائر، ولكن لازم ضروري مسألة المسافة، المسافة اللي كما قلنا كتعطي للتغريد حمولة معنى كتعطيها واحد المعنى، نفس الأغروضة يأديها لك على بعد 10 متر ماشي هي المعنى ديالها، نفس الأغروضة يأديها لك على بعد نصف متر. وهنا إشارة الإخوة اللي كيبحثوا في إدراك وفي إدراك ديال الطيور، تقدر تكون نفس الأغروضة ولكن غير لانتونسيتي الحدة ديالها ولا لافريكونس ديالها تعطي عدة معاني على حسب ليطا ديسبري ديال الطائر ولا حسب لونفيرونمون ولا حسب بزاف ديال الامور. غادي توصلوا لها الاخوان بوحدكم، غير بشويه عليكم بوحدكم توصلوا لهاد المسائل هذه. فكانت هذه يعني دوره شرفيه على مساله ديال ستيريو مع 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 المونو اللي عندها علاقه اوتوماتيك مع مراحل التلقين. نتمنى ان تكون لاقت الاستحسان ديالكم الاخوان، ودائما في اطار نتساءل لماذا هناك مشكل في التلقين بالنسبه للطائر الحسوي، وعلى حسب ما شفناه دابا في الطبيعه وما وقفنا عليه في العلم، فالنصيحه ديال هذه الحلقه معي هو انه الاخوان يبقاو يعتمدوا على الطرق التلقين ديالهم، ولكن انهم يبداو يدخلوا هذه البارامتر شويه بشويه. مثلا الاخوان اللي كيخدموا في لي كاخون فما فيها باس الا وافقوني انه على الاقل مرحله التخزين اللي كدوم واحد شهرين ولا 3 شهور يدوزوا عليه في الكاخون، ما كاين مشكل اسيدي الا ما قدرتوش تخلصوا من الكاخون. والضمانه شنو هي؟ الضمانه انه علميا ثبت انه الطائر يلزمه شهرين او شهرين ونصف لتخزين جميع الشهرين، جميع التغريد في الشهرين. ومن بعد الاخوان الناس ديال الكاخون ولا كاع الناس اللي كيديروا الصنادق اللي هي يعني مسدوده، واخا تكون مصنوعه ما تباش، واخا تكون شاريه ما تباش، 200 اورو ولا 2000 درهم للصندوق، راه صندوق ديال 10 دراهم راه هي صندوق ديال 2000 اورو بالنسبه للعيب. واخا يكون الماتيريال باش مصيب مع بونج ديال اشنو ولا يكون معقم بالبرودوي ديال لا ناسا، فالمشكل هو المشكل. فندعو الاخوان انهم يبداو شويه يتعاملوا مع الطيور بطرق التلقين ويدخلوا هاد لي بارامتر، لان واحد القضيه الخوت ان واحد المساله اللي ما كنفهمهاش انه نقول اننا يجيبوا النوع، حيت بعض الحوارات في الهوايه انا كتحمقني ما كنفهمش بعض الحوارات صراحه. مثلا انا مولوع واعتمد طرق لي شديده في التلقين، ومن خلال الحوار ديالي انصح ان الانسان يكون لطيف وحنون مع الطيور ديالو. نقدر نقول لك انه مثلا الطير ديالك ملي تبغي توكلو جيبو ضحك معاه ولعب معاه وطط هذا ولعب معاه هذا، يولفك تولفو وتولي صديق ديالك. شوف انا ولي بنت لكم مولوع لطيف وحنون من خلال هذا الكلام. وانا دابا غنقول لكم واحد التتمه ديال هذا الكلام وغنبان لكم بانني حمق، ومنين كنلعب معاه وداك الشيء وهذا صافي ديك الساعه تسد عليه ورجعو لكاخو تويتر هذا طط. كي بنت ليكم دابا واش بنت ليكم لطيف وحنون؟ فهاديك الوقيته اللي وكلت وما تسالناش حنا النفسيه ديال الطائر اشنو هو اش كيظن فيك، جبتي وكتقول لي نضحك معاك ونلعب معاك، ورا انا راه انا هو مولاك، انا هو صاحبك، وانا هذا وهذا نمسح ليك كلينيكس وكتسالي معاه اللعب وهذا، والطائر اش غيقول مع راسو؟ راه حنايا الاخوان راه كنكونوا سبب في دي ديبرسيون مسترسله ديال الطيور. راه الطيور ديال راه كندخلهم من ديبرسيون كيخرج من ديبرسيون كيدخل ديبرسيون يخرج من ديبرسيون كيدخل ديبرسيون، كنستريسيو حنا في حالنا.
انا نفضل انه الانسان ملي يخرج الطير مثلا من الكاخ ولا من الصندوق ما يلعبش معاه، ما يديروش الصديق، ما تطمعوش، راه كائن حي، راه كتبين لي بانه راه واقيلا راه الحياه زوينه، راه غيبقى ديما هو الطير صغير باغي يلعب، راه باغي يلعب. راه شفتوا لي في الفيسبوك، راه الطير، انا عندي ولد ديال الميسو راه داير لي زعلولات في البيت، وكنلاحظ بانه الطائر واحد الوقيته كيمشي يتزعل، كيمشي يتزعل، كيبقى الدور بهذيك الزعلوله، الزعلوله بالاخوه العربي، ديك الارجو ارجوانه ولا ما شكل يقولوا لها، يعني الطماطش بها. وشحال من الناس اللي غيبداو يضحكوا مراد معارف راه تسطى، ورا تسطيت مع الطائر، انا نتسطى ولكن الطائر يبقى كائن حي. ولاحظ وراني كنشكل واحد الفيديو اللي ربما غيدوم واحد المده، يعني تنوصل الطائر لواحد المرحله ديال 4 شهور ولا 5 شهور، وغادي ندير لكم واحد الملخص ديال هاد الحالات اللي كنعيشها مع الطويره. نشوف دي واحد دقيقه. اذا الطائر كتصدمو، اما ما تلعبش معاه باش يعرف بانه هو طائر، راه ملزم عليه انت هذاك السيستم. يا سينو راه والله يحسن دوك الطيار معانا، والله العظيم الله يحسن عوان. حيت انا لما كنفهمش هاد المسائل الاخوان بكل صراحه، وحاولوا تقبلوها مني، انا دابا كنخمم بصوت مرتفع، كنمشي نجيب 6 7 د العشاش ونحطهم، اللهم بارك وزيد في ذلك، وانا حنون مع الطير، تراك مقلعهم من الطبيعه، اقتلعتي الاعشاش من الطبيعه، وكتجي تقول لي اللهم بارك وزيد في ذلك. اللهم بارك وزيد في ذلك في ماذا؟ في ماذا؟ شنو المعنى ديالها؟ ما معناها؟ ما معناها؟ وانت يا راه موجد لي واحد الطريق ديال العذاب الاليم كطائر حي، لان ممكن نزاولوا الهوايه ديالنا ونمارسوا الهوايه ديالنا بدون هاد الطقوس. علاش مالنا ما مطاكين الالمان؟ مالنا ما من مضاربين وما من معافرين، اش مالنا؟ الانسان يكون مرتاح في الهوايه ديالو، الهوايه اللي غتشكل عليا واحد لو ستريس ولا واحد الضغط نفسي اللي غتجعلني نكون انا نولي، نقدر نولي انا سكيزوفرين بالهوايه، نقدر نولي بسيكوبات غير في الهوايه، غادي نكتسب امراض نفسانيه غير من هاد الهوايه ديالي. اذن اخوان سمحوا لي، ما شعرتش براسي تكلمت بهاد الامور اللي تخالجوني من الداخل، ضروري كان خصني نقولها. كتعرفوا الاخوان اي واحد عنده فم ديالو يقول لي بغاتو قناعات خاصه ديالي، وخاصه انا هادشي اللي دابا كننتقد فيه دوزناه، راه نعود الحرفه، راه شاهد من اهلها، انا ماشي جيت باراشيت وتلاحيت دابا كنتكلم، انا راه ولد الحرفه. الناس اللي تخصصنا في تغريد الطيور، تغريد الحصون في صين في الكوبي، ما غاديش نعاود لكم، كنعاود لكم احساس ديال المولوع، ربما واحد المولوع اخر اللي غيضرب واحد سنوات من الممارسه ربما يكون عنده قناعات اخرى، ولكن خصكم تعرفوا بان هناك جمهور الهواة اللي عندهم واحد المسار في الهوايه، انهم كيوصلوا لهاد القناعه اللي وصلت لها انا، راه حتى هاد القناعه كاينه. والاشكال الكبير، ماشي الاشكال، هو اللي كيريحني انا نفسانيا، وعندما نجد بعض المفاهيم موجوده علميا وفي الطبيعه، كنحس براسي انني متصالح مع طائر الحسون، واحترم طائر الحسون ابار انه كطائر حي، احترمه على انني ادعي انني احبه. كلنا دابا اللي تقول لي كاين اللي حط لك صور ديال طوموبيلته ويدي مقني، زعما راني كنبغي المقني، ولع، ورا الولع فيه وفيه، كاين الولع الاحمق وكاين الولع الناضج، ماذا بينا ان نوصل واحد الولع اللي فيه نضج، فيه رشد، ما فيش تهور وساديه وسذاجه. وهذا الشيء ممكن توصلوا لي الى درنا كما نقولوا اون بوز، كتورك على واحد الزر ديال الوقوف، خمم. هذا الشيء اللي كنديروا، هضروا شوموا لي انا الاخوان، راه اللي غادي يحس براسو انني اتكلم هناك، هذا راه ما فهمنيش نهائي،
انا في حال واحد اللي كيتكلم شموليا عن الهوايه ديال تغريد الحصان، لان ضروري شي واحد يلعب ذاك الدور في واحد الوقت، راه غادي يكونوا ناس اخرين اللي غادي يخرجوا لينا بامور اللي جميله جدا وغادي تعجبنا وغتمشيو في واحد الطريق. وهذا الشيء دائما اخوان نفسانيا، علاش انا كنتكلم في حالك؟ حيت وصلت مثلا واحد لاج ما بقيتش باغي الضغوط، اي حاجه اللي غتشكل عليا اون بريسيون كنتخلص منها، حتى في الهوايه ديالي، الهوايه اللي كتصاحبني انا في الحياه الشخصيه ديالي، فيمكنش لي انا نتخلص من الضغوطات لا بريسيون ديال الحياه ككل، مهنيه والعائليه والعامه، وفي الهوايه ديالي نبقى داير على راسي ضغط، امبوسيبل. اذا انا باش الاخوان نوريكم الصدق ديال المنهجيه ديالي، يعني الصدق ماشي الصدق ديال مقاربتي لهذا المنهج، انني حتى في الهوايه ديالي بديت كنقلب على معالم لا بريسيون الضغط، ونحاولوا نتخلصوا منها. ما يمكنش تخلص من الهوايه، يعني ما يمكنش تخلصوا على الهوايه كما نقولوا ولات عندنا في الدم، ولكن خصنا نشوفوا امور اللي كتسهل علينا. سمحوا لنا الاخوان اطلت عليكم، بديت كنشعر عليكم، بديت كنعاود لكم على قصه حياتي ولكن دائما في اطار انني مرتاح جدا في التواصل مع الاخوان. لو كان ما كنتش مرتاح راه الاخوان كيعرفوني ما نتكلمش بهذه الطريقه هذه. فتحياتي واحتراماتي للجميع، نتمنى هذا الفيديو، هذه الحلقه تكون لاقت الاستحسان ديال الاخوان جميعا، وشكرا مجددا للاخوان ديال لي كومونتير والتعاليق. الحلقه المقبله سوف نتطرق لمفهوم اخر، مفهوم اخر غادي نخليكم انكم تكتشفوه، مفهوم اخر ربما غادي يعجبكم بزاف، اللي عنده علاقه بميدان الطيور، بميدان التغيير ومراحل الترقي. وهذا المفهوم هذا خليته هو الاخير، لانه عام على جميع يعني مراحل التلقين وعلى جميع المسار ديال الطائر الحصون، اللي كنقول انا اللي وليت كندندن بها انه خصو يوصل عندك 6 سنين 7 سنين 8 سنين، فكيف يمكن ان نوصل الطائر ويعيش عنا ويعمر عنا الماكسيموم ديال السنوات؟ بيان سور الاعمار بيد الله، ولكن الاسباب ضروري ما تكون اسباب، والكمال على الله سبحانه وتعالى. فتحياتي للجميع، رمضان مبارك، والسلام عليكم.